وين وصلت أستاذ وليد؟ قضية الكابتن عدنان الرجالي مو بس أو قضيتكم بالأحرى المعترضين على انتخابات اتحاد كرة القدم. احنا قضية الكابتن عنده شغلات تخصه في المحاكم العراقية، أنا ما أعرف وين وصلت، هو يعرف أكثر. أما قضيتنا في محكمة الكيس، حسب معلوماتي المحكم البريطاني كان عنده ارتباطات بقضية كبيرة، هي قضية الاتحاد الروسي، خلصت صار أكثر من تأجيل، أعتقد 7-1 راح ينبت بالقرار. 7-1؟ ايش تتوقع القرار؟ والله مو شو أتوقع، أنا لو لا مؤمن ما أذهب إلى محكمة كاس وأقطع كل هاي المسافة وأروح اللوزان، أنا مؤمن بعدالة المحكمة ومؤمن أنه القرار راح يصير جانب المعترضين، لأن اتضح للعلن ولكل الناس ولكل المتابعين الرياضيين بالعراق أنه أكو خروقات وخروقات كبيرة، وهم هذه الخروقات الكتاب اللي صدر يوم 19/3 اللي دز الاتحاد الدولي يقول يسمح لهم بالترشيح وقفوا عن عن اللجان الموجودة وحرمونا من الترشيح. هذا شو تفسره كله؟ ليش اتحاد كرة القدم يجي يتعامل؟ مو هي واضحة جدا، يعني استبعاد المنافسين، يعني انت من تسوي لي تثنيات والتثنيات حسب تفسيرك يسمح 26 واحد يرشحون وما بقى من الهيئة العامة مواطن من الدرجة الثانية لحق التصويت وما لحق الترشيح، حتى قدر الامكان يقللون من المنافسين لهم بالانتخابات. واضحة ما تقبل يعني تفسير اخر. غير شريفة هاي المعادلة؟ يعني ما اقول بطريقة هاي الالفاظ، اقول غير عادلة مو اكثر، يعني غير عادلة ما يجوز، لان انا اليوم ارشح ولي ثقه بنفسي، واذا اختارتني الهيئه العامه اختارتني، واذا ما اختارتني مو نهايه العالم، خلص المفروض الكل يترشح. انا حتى رافض فكره التثنيات، هاي التثنيات بانتخابات الاتحادات الدوليه من يرشحون 5 و200 اتحاد موجوده، فمنين ما يريد يجيب التثنيه وما تاثر على طيب. كل اعضاء بس قبل ايام كان معايا عضو اتحاد كره القدم سيد علي الاسدي، قال احدى النقاط اللي احنا كنا ما نعرف بها هو موضوع التثنيات، يحق لي النادي اعطاء اكثر من تثنيه عندما ترشح للرئيس والنائب الاول والنائب الثاني وللعضو. جيد، الكره بساحتهم، ولما اكتشفت يا اخي استاذ علي الاسدي انه كنت ما تعرف عرفت والزملاء كان حرمه بدون وجه حق، المفروض تقولون كلمتكم الحق بكل شجاعه انه تستقيلون وتاسسون انتخابات جديده وتعطون مجال للجميع وكل من يفوز نضرب له تعظيم سلام ونتعاون وياه ايضا. زين، يوم 18/1 راح تكون انت ممثل نادي القوى الجويه في الهيئه العامه؟ ان شاء الله، وانا اساسا ممثلهم في الهيئه العامه من زمان، يعني من زمان؟ لا مو من زمان، لا من زمان بس اللي من زمان، بس 20/5/2017 ما كنت ممثل، بس 17 لا 15 الممثل، بس بال 17 انا الممثل، بس ارسلت 20/5/2017 ارسلت عني كابتن حمزه هادي لان كنت بالتزام في اربيل، وهذا الاشكال اللي صار تعرض بالمحكمه صنعنا، لان يعني تواريخ قديمه واجتماعات متشابهه وتعالج. البعض يقول له ليش وليد الزيدي مثلا راح للمحكمه وشهد وقال صوت نشعلي هو بالموضوع؟ لا لا، انا طلبوا شهادتي وراح شهدت، انا شهدت بكل ضمير. طلبوا شهادتك لو انت رحت شهدت؟ لا لا، طلبونا كلنا، واني محمد فرحان راح شهد، شرار حيدر الرجل المشتكي كابتن عدنان طلب شهاد، شو فلان 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 فرحنا شهدنا بكل ضمير. انا بان اكتشفت انه اكو لبس بالموضوع وانا ما حاضر الاجتماع، انا ثاني يوم راح اتقدم الطلب، قلت له انا ما كنت حاضر، حاضر الاجتماع قبله واقصد الاجتماع 2015 ما اقصد 2017 لان كان حاضر ممثل عني. طبيعي جدا. والاتحاد بدوره قام عليك دعوه؟ ما اعرف، انا سمعت وخليه يقوم، انا اليوم هم قالوا شاهد زور، انا مو شاهد زور، لان شاهد الزور في اللغه العربيه شاهد الزور من يشهد بغير الحقيقه وبمحض ارادتي وبعلمي وابقى متمسك بها. اما انا شهدت الشهاده بخطا وراح صلحت الموقف رسمي وقدم الطلب للقاضي، وبالعكس القاضي يعني كفرت في نظره، قال لهم هذا يعني شهادتك كنت مستعجل بيها او مو مستعجل؟ لا ابد ابد مو مستعجل، لان اقول لك انا هو رئيس الاتحاد العراقي، اذا شفته حيدر زكي يحكي ساعه كامله على 2015 عبال 2017 حيدر زكي من سأله قال انت موجود؟ قال انا ما ادري، انا موجود بالثاني فندق ما موجود بالفندق، بس هذا ال 15 و17 ما ادري. تشابه الاجتماعات والشخوص نفسهم حاضرين ويناقش نفس الموضوع، هي مقترحات على النظام الداخلي. فهذا سوى لبس وفتره طويله مضت، سوى لبس بالموضوع طبيعي. طيب جدا. وصلكم التقرير؟